ازيكم يا مواليد برج الحمل؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الحمل ليوم الجمعة 14 اكتوبر تشرين الاول 2022. بالنسبة لك النهاردة يا حمل، توقعات العشرية الاولى مواليد 21 مارس ل 31 مارس. لازم تعتني بصحتك بشكل كبير النهاردة، حتى لو بدأت تشعر بارهاق واضطراب في يومك ده، هيكون في بشاير كتيرة بمصاعب تعتبر وشيكة انها تحصل. في افق كتيرة هتتعلم منها، هتواجه بيها بصبر اكتر وتركيز علشان تعرف تحقق توازن يعتبر داخلي تكبح بيه كل رغبتك في انك تحرز تقدم مهما كلفك الامر. بدل من كده حاول تحرق الطاقة اللي عندك اللي بتعتبر ظاهرية وتستخدمها علشان تحقق نوع من السلام الداخلي اللي عندك. هتكون الفترة دي اقل ارهاق بالنسبة ليك. هتلاقي النهاردة نتائج كتيرة لكل الامور تعتبر معقولة وغير متوقعة بالنسبة ليك. توقعات النهاردة برج الحمل، توقعات العشرية الثانية مواليد 1 أبريل ل 10 أبريل. عندك ضعف في اللياقة، ما تندهش لو شعرت اليوم بأنك متوعك صحيا أو حتى مزاجك سيء أو حتى مشوش. بيفضل أنك تشوف إيه المشكلة وتعتني ببدنك أكتر. هتعيش فترات بتملأها حيوية ارتخاء، ما تسمحش لنفسك بأنك تنعكس عدم رضاك قدام كل الأشخاص اللي خاصة الأشخاص اللي بيبقوا بيشتغلوا معاك في الشغل أو حتى قدام رؤسائك، لأن الفترة دي مش وقت كويس علشان تدخل في مجادلات ونزاعات ليك. بالنسبة ليك النهاردة يا حمل، توقعات العشرية الثالثة مواليد 11 أبريل ل 19 أبريل. عندك حماس ونشاط كبير جدا، انت مفعم وممزوج بفتور في العزيمة وإحباط. هتتأرجح في اليوم ده بين حماسك ونشاطك اللي بيعتبر مفعم جدا وبين فتور على العزيمة والإحباط أكتر من المعتاد. حاول تفتكر إن الماضي النهاردة هيجيلك، وهتتيقن أكتر إن اللي بيبدو قدامك في اليوم معقد جدا مش هيكون عنده أي أهمية بالنسبة ليك عن قريب. كل ده هيساعدك علشان تعرف تقدر كل الأمور وكل الصعوبات بشكل نسبي. ده هيخليك على وفاق كبير جدا مع نفسك ومع محيطك، وهيحقن ليك جو المعارضة مع كل الأشخاص اللي حواليك. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيتجه القمر لبرج الجوزاء في وقت مبكر من اليوم ده، هيخلينا نركز علشان نتواصل أكتر. مع كل ده هيبقى حاكمنا الجوزاء، وعطارد هيشكل حل مميت لكل من أورانوس وزحل في اليوم ده. كل ده هيشير لأخطاء طفيفة هنعملها أو انقطاعات هتبقى عندنا، هنحتاج أننا ندير كتير من المضايقات في اتصالاتنا وعبورنا. ممكن تكون في صعوبات كتير علشان نتابع الجدول الزمني المعروف. هنرغب في اننا نراقب فرط الحساسية اللي عندنا، وهنفكر تفكير سلبي والنقد يعتبر غير مفيد. على كل من الجوانب المشرقة هيبقى في تحديد العيوب هيجيلنا بسهولة اكبر. هنشكل الزهرة مخبوسية خماسية مع اورانوس.